تبقى دعانا يا ناس. بص دايما حواليك شوف غيرك محتاج ايه. محتاج حنان، محتاج امان، بس روح طبطب عليك. برنامجنا النهارده اهلا بيكم، ولقاء جديد من نجوم الخير. نجوم الخير بالتعاون مع شركائنا في الخير، بنوك الخير، بنك الطعام، بنك الكساء، وبنك الشفاء. اهلا بيكم 30 نجم معانا في رمضان في فقرتنا نجوم الخير. تعالوا مع بعض مشاهدينا نشوف نجمنا مين النهارده وهنساعد حالتنا بايه. كريم منورنا في برنامجنا النهارده. الله يخليك يا استاذ دعاء، وانا ده شرف ليا اكون مع حضرتك. لو عشناها بس لروحنا نبقى دعانا يا ناس. بص دايما حواليك شوف غيرك محتاج ايه. مشاهدينا نبدا مع بعض فقرتنا، فقره نجوم الخير، ونجم الخير اللي معانا النهارده كابتن كريم حسن شحاته. اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا استاذ دعاء؟ الحمد لله. وانت طيب منورنا، وعمرنا ما بنطلبك في الخير الا وبتيجي وبتنزل معانا. الله يخليك، لازم اكون موجود مع حضرتك. حضرتك يعني ما شاء الله جيت برضو حلقه قبل كده ما شاء الله، يعني فلازم نكون موجودين اي حاجه انا تحت الامر. يعني المره اللي فاتت انت مشيت متاثر مش عايز تتكلم. الواحد بيزعل على حاله الناس وربنا يديكي والله على قد اللي بتعمليه. يعني الواحد بيبقى حالته نفسيا لما بيشوف ناس عايشه في ظروف صعبه بتبقى ما عندكيش تعليق غير ان انت تحاولي تعملي حاجه تساعديهم. يعني طبعا والواحد اول حاجه بتيجي على باله تحطي نفسك النعمة. مكانهم كده طبعا، ونشكر النعمة اللي الواحد فيها. طبعا الحمد لله ربنا يعني ساترنا، يحافظ على النعمه اللي احنا فيها الحمد لله في الغير والظروف الصعبه دي. الف حمد وشكر لك يا رب على كل شيء. واحنا عايزين نعرف منك كده، انت بقى اولادك بتحاول تغرس فيهم الخير ازاي؟ نفس اللي انا اخدته من والدي بحاول مع اولادي بقى. يعني والدك طبعا كابتن حسن شحاته. بحاول يعني اخليهم برضو علاقتهم كويسه مع الناس، ما تريقوش على حد. عارفه برضو الطفل حسب ما انت بتكونيه. طبعا يعني مثلا تلاقي فيه مثلا مواقف كده، مثلا ايه ابني مثلا شايف حد مثلا ظروفه صعبه شويه فهو لسه مش فاهم مش مدرك، هو صغير مثلا. فيقول لك هو ليه ما بيغيرش لبسه؟ فبتحاول تفهمي تقول لهم الناس دي ظروفها كذا، انت ربنا كارم مثلا والدك او كذا عشان ربنا بيرزق وبيديله فلوس، الناس دي معهاش فلازم تحترم الناس، لازم تخاف على مشاعرهم. يعني مثلا في البيت مثلا عندنا في مساعده مع مراتي كده في البيت، يعني تنظيف البيت. فمثلا ساعات بتجيب مثلا بنتها او كذا فيقول لي هو ليه مش شكلها عامل كده. فبفهمه ان كل واحد ليه ظروفه، كل واحد ليه ناس، لازم تقدر الناس دي، ولازم ما تحرجهاش بكلمه، او لازم تراعي بتحاولي اي موقف يعدي عليكي تعلم فيه تعلمي بالظبط لغايه ما هو بيبقى فاهم. يعني برضه حصل موقف كده مشابه كده، زعقت له وقلت له لا انت تقول الحمد لله عشان انت عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا والناس دي كذا، لازم انت تبقى محترم معاهم، بالعكس لازم تساعدهم، لازم تبقى تخاف على شعورهم، ما تقولش كلمه. فاي موقف بيعدي قدامي هو بيشوف بقى ابوه وامه يعني بيتعاملوا ازاي، انت القدوه بتاعته. فبحاول برضو اخلي لهم برضو الناس كلها تحبه، ان هو يحترم الناس، يحترم نفسه مع الناس، يكون خير لو يقدر يساعد حد يعني كده. احنا طبعا كلنا لامسين انه من اكتر النجوم اللي بينزلوا في الخير على طول هم نجوم الرياضه بصفه عامه. تفتكر ليه؟ بص هقول لك، يعني سيبك من الناس المشهوره او الناس اللي وصلت والكلام ده، ولا لعيبه الاهلي والزمالك،
يعني الناس واخده فكره غلط عن بتوع الكوره. يعني هتلاقي النسبه اللي هي معاها فلوس او بتاخد مبالغ كبيره في الرياضه نسبه ضئيله جدا، ما يعني 7-8% اللي هو الفرق الكبيره اللي هي انديه عندها فلوس. وحتى الناس دي اللي هو لعيبه الاهلي والزمالك بدايتهم كانت من الاقاليم، من حتت فقيره جدا. وخلي بالك الفقر او الظروف الصعبه هي اللي بتطلع نجم. يعني هي اللي بتخلي الواحد وهو صغير عنده حافز، طبعا يكون عنده موهبه اللي هو بيلعب كوره وكده، بس هو بيبص بيشوف الناس النجوم اللي معاه فلوس واللي بتركب عربيات واللي بتلعب في الاهلي والزمالك وكده، فدي وهو فقير او ظروفه صعبه وهو صغير، فدي بتديله حافز واصرار ان انا عايز اوصل عشان احسن نفسي واحسن اسرتي. فكل الناس اللي انت شايفاهم يعني بلا استثناء، استثناءات صغيره جدا، كانت ظروفهم صعبه وهم صغيرين. النجوم اللي انت شايفاها على الساحه دي كلها كلهم كانوا حاسين بقى بكل الناس، حاسين هم كانوا كده فحاسين بالناس. وبعدين انت احنا كلاعبين كوره او في مجال الرياضه، انا هتكلم على الكوره اللي هو مجالي يعني، انت كل سنه بتتعاملي مع 25 شخصيه زملائك في الفرقه ومع مدربين، وبتلعبي فرق تانية، تشوفي بتلعبي مثلا كل سنه بتلعبي 30-40 ماتش كلهم مختلفين، كلهم اللي معاه مؤهل اللي طالب جامعي واللي معاه دبلوم واللي مش متعلم خالص واللي اخلاقه كويسه واللي بيكذب واللي في سوري يعني، تلاقي في ناس بتسرق عندهم مرض حتى لو ظروفه كويسه. يعني بتتعاملي مع شخصيات كل فئة كل سنة حوالي بتتعاملي مثلا مع غير الجماهير اللي انت بتحتك بيهم والمعجبين، فبتبقي حاسة وبتنزلي. وبعدين يعني مثلا انا لعبت درجة تانية كتير يعني ممتاز بيه مش دوري ممتاز، فرحت النجوع والقرى والاقاليم والحتت الفقيرة، فبتشوفي الناس عايشة ازاي وبتشوفي ان الكرة بتفرحهم ازاي، بتخش بيوتهم فبتحتك بناس كتير جدا وبتحس بالناس. يعني دايما بتوع الكوره دول بيحسوا بالناس قوي عشان بينزلوا يحتكوا بيهم على طول، بيحتكوا بكل الفئات الشعب. فتلاقيهم دايما خيرين، وفي برضو حته روحانيه بيننا وبين ربنا كده، اللي انت اعمل خير عشان ربنا يكرمني برضو يوفقني، زي ما انا بقيت حاجه كويسه طب ما انا اعمل حاجه عشان ربنا بعد كده يجيب لي التوفيق كمان. فعشان كده بتوع الكوره بالذات او تلاقيهم حريصين، حتى مش في مصر والله، يعني تلاقي النجوم العالميين اللي معاهم ملايين بيكام وابراهيموفيتش ورونالدو ليهم خيرين وبيروحوا يعملوا اعمال خيريه وبيساعدوا. وخلي بالك برضو ان لعيبه الكوره بالذات اللي ربنا بيكرمهم بيوصلوا بيبقوا فاتحين بيوت كتير جدا ليهم قرايب وليهم ناس في منطقتهم. يعني مثلا عايز اتكلم عن حسني عبد ربه لاعب الاسماعيلي ولاعب منتخب مصر، ده بني مسجد في قريته في ابو صويه في اسماعيليه وبيساعد فهم حاسين بالناس ومحتكين بالناس، وهم اساسا كانوا ظروفهم صعبه، فعشان كده تلاقي الخير عندهم خير كتير. بالظبط ما شاء الله، ربنا ربنا يزيدهم يا رب ويزود خيرهم كمان يعني يا رب. واحنا عايزين برضو نعرف منك يا كابتن كريم، الاعلام الرياضي ليه دور في الخير؟ ليه دور بس مش زي البرامج بتاعتكم بصراحه. يعني احنا مثلا ممكن في مجالنا بيبقى في حاجات شخصيه، طلبات شخصيه مثلا ليا او لزملائي مثلا، ان في ناس ظروفهم صعبه فبتحاولي على قد ما تقدري في حدود امكانياتك اللي انت تساعدي. لكن في نقطه تانية ودي اللي انا عايزه ادوس فيها شويه، ان ممكن الخير من خلال المجال الاعلامي الرياضي يبقى اللي انت مثلا بتحاولي تساعدي مثلا لعيب كوره سابق عنده ظروف اتعور في حادثه، بتحاولي تجمعي مثلا تروحي مثلا لبعض الانديه اللعيبه اصدقائك مثلا تقول لهم يا جماعه عايزين نلم مبلغ لفلان عشان عنده ظروفه صعبه عنده بنته كذا، يعني زي تكافل كده. بس برده مش مفعله بالشكل اللي هو ياثر في المجتمع، يعني حاجات بسيطه. فلازم احنا برده يبقى عندنا، انا بقول هو عن نفسي يعني، لازم يبقى عندنا طاقه اكبر في المجال ده يعني. كابتن كريم طبعا احنا بنشكرك مره تانية على نزولك معانا في حلقات الخير. الحاجات اللي انا بشوفها دي والله مساعده الناس، يعني بنروح نشوف حالات صعبه جدا، فانا اللي بشكرك. انا ما فيش حاجه، انا كويس ان انت حضرتك اشرقتيني في حاجه زي كده يعني. ربنا يكرمك ويتقبل ان انت نزلت معانا بوقتك وبمجهودك علشان بخاطر الناس، ودي عباده مهمه جدا جبر الخواطر، وناس طبعا كتير مش واخدين بالهم منها وهي مهمه جدا. لا طبعا انا اللي بشكرك والله. ربنا يكرمك، تعالى بقى يلا ننزل ونشوف حالتنا النهارده محتاجه ايه ونجيبها. كلنا نقدر نساعد وجوانا الخير كتير، يلا بينا نبدا طريقنا حب وخير.
في نهايته نلاقي جنة متزينة مسك وحرير. لو عشناها بس لروحنا نبقى دعنا يا ناس. بص دايما حواليك شوف غيرك محتاج ايه. سناء كل سنة وانت طيبة. انت طيبة بصحة بالسلامة. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيك يا مرحبا، نورت بلدنا والله وغطيت كلها نورت والله وشارعها نور والله بجد. الله يخليك يا حبيبة قلبي. احنا جينا النهاردة برنامجنا النهاردة فقرة نجوم الخير ومعانا كابتن كريم حسن شحاتة. اه من بشوف التلفزيون. اهلا كل سنة طيب. انت عامل ايه؟ مش عارفة اقول ايه تاني. حبينا بقى ان احنا نفرحك النهاردة. الاول احكي لنا انت ظروفك ايه؟ انا ظروفي الحمد لله ربنا يخلي عم عرفه عم العيال، هو اللي واقف جنبي وساعدني في تربيه عيالي. انا معايا ابني في الديش، جوز ميت وراجل ارزاقي بقاله 9 سنين. وكان بيشتغل ايه؟ كان نجار ارزاقي، يوم شغال ويوم قاعد، وكان عنده القلب. واو. كان تعبان يعني ما بقاش لا في معاش ولا اي حاجه. مفيش معاش دخل، بس عمهم شالهم هم صغيرين يعني. العيل جه عند سنه 6 ما فيش مصاريف يكمل تعليمه كده، بيشتغلوا بس عنده عيل معوق رجله وجعاه ده ما بيشتغلش خالص. يعني وانا هنا يعني وفرصه يعني وانا هنا لو حد عرف يجيب لنا توك توك يصرف عليه ولا حاجه ويصرف على البيت يعني اسره بحالها يعني. معانا احنا بنك الشفاء، هنوصلك ببنك الشفاء ان شاء الله يعالجوا ابنك. يا رب يخليك يا رب. هو معاك يعني انا عملت وهو صغير وكده بس ما نجحتش وخفنا نازل خير جت ربنا. رجليه معوجه خالص. رجلين الاثنين ولا واحده؟ لا رجله واحده بس. بس ما بيعرفش يشتغل، ما بيجي بيمشي بس ولا ليه شغل ولا ليه يقف ولا يلعب كوره ولا يركب عجل. حاجات كتير متحرمه عليه خالص. عنده كام سنه؟ عنده 18 او 19 حاجه زي كده. ووديتيه للدكتور يعني؟ وديته زمان على قرار على حساب الدوله ايام زمان يعني كده، بس العمليه ما نجحتش. قال لو اي لعبه ثاني رجلها هتبوظ. بيمشي بس عشان الناس بس تعبان يعني. مولود كده يعني؟ مولود كده بس عمليات ما نفعتش خالص. ما فيش، ما دخلناش دخل خالص يعني. مهن تنفع مش عارفه. احنا زي ما انت عارف احنا في حته ارياف، مش عارفه اوصل لحد. احنا كده كده عايز اوصل صوت لحد. اتعلم طيب؟ لا هو مش متعلم بس. هو كان بيسوق توك توك بس بقى ايه يعني دخله ورزقه مش ليه لصاحب التوك توك. لو اتخبط او في حاجه بيضطر هو اللي هو بيطلع عليه من الساعه 6 الصبح الفلوس دي بيشيلها. طب يجيب لي ايه؟ وبيت مفتوح، كهرباء، ميه، مصاري، وجهاز اخته هتخش هي، والواد في الدش عاوز مصاريف، وعمه مش هيشيل اكتر من طاقته. وراجل كبير. لو هو كان هنا كنت وريته لك. يعني ما حدش بيساعد حد الوقت الا جليل خالص. وانت الدخل من العم الولاد بس؟ الدخل ما فيش. العم الولاد هو اللي كان شايلينه وهم صغيرين. هو بيشتغل هو كان واقف جنب عمهم نجار برضو ارزاقي، ومعاه برضو عرس هتخش بعد العيد برضو طبعا. ومعاه ابنه هنا كريم اهو معوق خالص يعني ذهنيا وتعبان يعني. انا عندي ابن رجله وعندي ابن سلفي تعبان خالص. هيصرف على ولا مين؟ ده بيت عيله. عندك غير ابنك والعروسه قد ايه؟ معايا ابني في الديش. كم واحد؟ ابني بان 21 سنه في الديش. كم يعني عندك؟ انت ثلاثه. مفيش ثلاثه، ولدين وبت. ربنا يبارك هم يعني الحمد لله. العروسه هتتجوز بقى؟ العروسه هتتجوز بس ربنا يدعي لنا بس. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. ربنا يوعدنا بس ويكرمنا بولاد الحلال زي بتاعه حماده كده وبدر ظالف ان شاء الله يا رب كده، عشان هم واقفين جنبنا كتير كتير يعني صراحه. هو ما بيسيبناش في كل حاجه. ويعني يا ريت توصلوا صوتي بس الواد اللي معاه وقت حد يجيب له شويه تكتب بس يجيب مكانه وشربنا بس يعني البك صواب. احنا هنوصلك ببنوك الخير. هم عندهم غير العلاج احنا هنوصلك بيهم من خلال الجمعيه. يا رب يخليك. هم عندهم كمان مشروعات دلوقتي صغيره بيعملوها. هم يشوفوا ويدرسوا حاله ابنك وان شاء الله يساعدوك في العلاج وفي الشغل. اول حاجه ان شاء الله يا حبيبتي، اول حاجه احنا جبنا لك شنطه رمضان. كل سنه وانت طيب. كل سنه طيبين. الف الف شكر. كل سنه طيبين يا رب يخليك يا رب. مش عارفه اقول لكم حاجه صراحه بس مش بالكلام. العروسه بقى جبنا لها بقى بالكلام. لا العروسه عشان معلش عشان ايه هي مكسوفه. احنا جبنا لها الجهاز بتاعها مش مشكله. لا مكسوفه لها يعني مش مشكله. ما فيش مشكله يعني. بينا جبنا لها الحاجات دي بقى. شاشه التلفزيون. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. شاشه التلفزيون وايه؟ وغساله. ربنا يخليك يا رب. مش عارفه اقول حاجه والله بجد. ربنا يديكم الصحه كده ويخليكم كده توصلوا للناس الغلابه في بيوتها ويزيدكم كمان وكمان. فانت عشان انا في ايام مفترجه على فكره ولا ولا اليتيمه يعني على فكره اللي يساعد اليتيمه في اليومين دول يعني ليه حاجات كتير في اخرتها يعني. ربنا يكرمها ان شاء الله وتتجوز يعني. احنا بلدنا محتاجه ناس كتيره زيكم يعني. حسكم في الدنيا ان شاء الله. ربنا يكرمك يا حبيبي. لنا كتير كتير. الله يخليك. وعاوز اقوم بالواجب معاكم واشاركوا حاجه ساجعه حتى. شكرا يا حبيبتي. والله بجد بالامانه ما ينفعش كده. وعاوزكم تدعوا للحاج عارفه ربنا يديله الصحه ويشفيه يا رب. هو عم العروسه. ربنا يخليه لنا يا رب. هو ده كبير البيت بتاعنا وبنطلع بنخش هنا على حسه. ربنا يخليه لنا يا رب ويشفيه ويشفي له ابنه يا رب. ولو الحاجه مريم هي
ربنا يشيل عنها ويشفيها يا رب يا رب. مرت عم العروس ايوه سلفتي سلفتي الكبيره أيوة. برضه صاحبه عيا برضه يا ريت تقول لك عشان تكبر بخاطرها. طيب ربنا يكرمك يا دي مرت كبير برضه ركع على السلفه برضه والحلم بيجي. تعالي يا حاجه مريم نبارك لك على العروسه اللي هتتجوز دي. الله يسلمك. تعالي يا حبيبتي ألف مبروك. الله يبارك فيك. أقف يا حبيبتي. ألف مبروك على العروسة. هي كأنها بنتك برضه. ما بنت أنا اللي مربياها. طبعًا. ربنا يخليك. ربنا جوزك اللي شال العيلتين يعني وصرف عليه. ربنا يديله الصحة حبيبتي. بس ربنا يشفي لي ابني يعني. يا رب ربنا يشفي. عشان تعبني والله. ربنا يشفي. الله يخليك حبيبتي. ألف مبروك. الله يخليك. وإن شاء الله ربنا يتمم على خير. الله يخليك. نورتونا. الله يكرمك يا رب. كل سنة طيبين. الله يخليك حبيبتي. كل سنة طيبين. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبي. مش عارفه اقول لك ايه بجد بالامانه. تعالي بقى استني حاجتك. يلا كلنا نقدر نساعد وجوانا الخير كتير. يلا بينا نبدا طريقنا حب وخير. في نهايته نلاقي جنه متزينه مسك وحرير. لو عشنا بس نروحنا نبقى دعنا يا ناس. بص دايما حواليك شوف غيرك محتاج ايه. محتاج حلال محتاج امان. بس روح طبطب